Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo, Mohammed Said al-Rais Abdel Fattah al-Sisi, izražavam duboku sućut narodu Turske i narodu Sirije za žrtve ovog strašnog potresa. Hrvatska je na to još uvijek osjetljiva i sama se trese, jer smo nedavno imali za naše uvjete velike potrese, stoljetne potrese, tako da ne samo da radimo nešto što je ljudski i pristojno kada izražavamo sućut, nego, kažem, i sami se osjećamo kao žrtve prirodne stihije koja se dogodila prije... Velike suri li Sejid Rais, أشكركم على كرم الضيافة وحظوة الاستقبال في هذا البلد الأمين والساحر، وكلامكم ذكر جميع الأشياء التي نحن تحدثنا عنها. أنا فقط أريد أن أزيد أن من بين مجالات التي نستطيع أن نتعامل هي السياحة، لأن كرواتيا قامت باستثمار في هذا القطاع، ونحن نعتبر نفسنا بأن كرواتيا هي دولة عظيمة فيما يخص السياحة، وحتى لن ندخل في مكان يعني العظماء، لأن هذا يمكن أن يضرنا. أنا أريد أن أقدم خبرتنا لدولة لمصر في هذا المجال، وعندنا خبرة سيئة عندما يكون هناك عدد كبير من السياح في مكان واحد في مكان ضيق، لأن علينا كذلك أن نحافظ على البيئة وكذلك على النمط الحياتي لسكاننا. فيما يخص القطاع العسكري، نحن لسنا دولة كبيرة، لكن عندنا شركات وخبرات في الصناعة العسكرية التي تتنافس مع الشركات العالمية الأخرى، لكن هناك نحن تحدثنا عن هذا المجال، وأنا سوف أتحدث مع الحكومة في هذا المجال. مصر هي بلد كبير، بلد عظيم، كرواتيا دولة صغيرة، نحن عضو في الاتحاد الأوروبي وكذلك في منطقة الأورا، كذلك نحن عندنا مياه، ومن بين أكبر المياه في تلك المنطقة هي ميناء رييكا، وهي في موقع جيد جدا، وهذا موقع كرواتيا رائع جدا، ونحن نريد أن نكون في خدمة الجميع وكذلك لمصر. مصر ليس عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن دائما عندما أخرج من بلدي أو من منطقتي، أنا أواثق بأن الشعوب ليست مثل يعني متساوين، وكذلك الثقافات تختلف، لكن علينا أن نتعاون، أن نفهم مشاكل الآخرين. وعندما نتحدث مشاكل الكرواتيا أو بالأخص عن تحديات مصر، أنا أريد أن أؤكد بأن كرواتيا ستكون معكم. للأسف الشديد، عندما ظهرت الربيع العربي كان العالم ينتظر شيئا جديدا
لكن الربيع العربي دمر المجتمعات والعربية، ومصر استطاعت أن تحافظ على وطنها وعلى شعبها. نحن نعتز باستقرار مصر، لأن هذا يهمنا، كذلك نحن كرواتيا وكذلك الاتحاد الأوروبي. عندنا علاقة جيدة مع الدول العربية وكذلك مع إسرائيل. أنا لا أريد أن أقيم علاقات، أنا فقط أريد أن أفتح أبواب للتعاون المشترك. مرة ثانية سيد الرئيس، أدعوكم في أقرب الوقت أن تكونوا ضيفا لي، وسيكون شرف عظيم لي، لأنكم وضعتم معايير عالية في الاستقبال، وأنا لا أعرف هل سنستطيع أن نبلي رغباتكم.